هي 4870 درهم، 405 نقول لي 480 اورو تقريبا، 480 اورو. ها هو اللي بغاتو ما تفلتيش، هذا غزال، هذا باش زوين يعني مستعمل ومازال قرطه، 4800 درهم. يعني انا نوريتكم المستعمل راه ما تقراكم بزاف الناس ما تيدوزوش، ولكن حنا تنحاولوا نعطيكم حاجه مستعمله وفي نفس الوقت حاجه زوينه ونقيه. السلام خويا وسيم، تحياتي لبلجيك، تحيه الناس ديال بلجيكا، مرحبا والف مرحبا بك اختي خديجه، الله يكبر بيك. كاين هذا ب 4200 درهم، طايتو صغيره 5.8، 4200 درهم هي 420 الاورو، 410 420 الاورو هي هذه 4200 درهم. وكاين هذا اللي تحت منه ب 5700 درهم، هذا ب 5700 درهم، وهذا ب 4200 درهم. هما اللي بغاتهم دير لهم السكرين مرحبا. بالنسبه للبنات اللي تيسولوا على الكورميطات ديال العنق، نشوف شنو كاين هنايا عندنا، انا نوريكم اللي بغيتوها. مرحبا، حيدو هادي مثلا، كاينه هادي نشوفو، هاد الاولى هادي هي 20 غرام، نحاول نوريها لكم، هادي 17.38، 17.38 تطيح لك اختي ب 8700 درهم. هاي نحاول نعطيكم لي غاتكو كامل اللي عندنا، وبقاو لنا غير على خاطركم ان شاء الله. ها هي ب 8700 درهم، انا عطيتكم الكغريمات ديالكم، ولكن راه كي كنقول لكم الخدمه ماشي هي الخدمه. دابا هادي شحال من واحد تيبيعها ب 480 درهم، 470 درهم، ولكن راه باينه الخدمه الحمد لله. تديري البياسه في عنقك، هادي اجي قيسيها عندي في المحل، يعني اجي شوفيها في المحل وعاد اجي حكمي عليها. كاين الاخوات هادي ب 8700 درهم، 8700 درهم، هذيك قلنا لكم فيها 17 غرام فاصله 38، 17 غرام قولي فاصله 4. ها انتو اللي بغاتها مرحبا، انا عطيتكم لو بري ديالها. نزيد نوريكم دوت ارتيكل، كاين هادي 20 غرام فاصله 3، 20 غرام فاصله 3 ب 10150 درهم. ها هي سريحيها على العنيق ديالك غزال. عشرة آلاف ومية وخمسين درهم، ولكن واش مكانش قياس 5.1. إينا موديل أختي ليلى، تانا باغا كورميط العنق متكونش فايتة 4000 درهم، كاينة وحدة ولكن صغيرة، أنا نوريهالك. كاينة هادي بعدا بعشرة آلاف ومية وخمسين درهم، فيها كي قلتلكم الكغاماج فيها 20.33، كاينة هادي هاهي، كاينة هادي فيها 19.39. دايره 9700 درهم، هاي 9700 انتي وجهدك، يعني اللي بغيتي اختي تقدري تشريها من عندنا الحمد لله. الله يسهل عليكم كاملين السيدات اللي تفرجوا معنا، شوفوا اي حاجه بغيتوها مرحبا بكم، راه المحل محلكم ما كاينش المشكل. ها شوف شو الخدمه كي دايره، خدمه هبه على اختها. هذه قلت لكم 9700 درهم. المهم اللي بغات اي حاجه غير تواصل معنا سي واتساب، ومرحبا بكم المحل محلكم. هانتوما اي حاجه احتاجيتوها على الرسول العين، هنايا راه الاشاره ديالكم لاي موديلات بغيتيهم. كاينه وحده اخرى كي قلنا لكم 20 غرام، هي هذه اللي دوزت لكم قبيلات. كاين دوت موديل، اللي بغى اي حاجه يكفي انه يتواصل معنا على رقم الهاتف 0652151760. مرحبا اختي رادكو، اختي امينه 500 درهم، وبالسيب باش يحسبوا لنا بهذا الثمن. والله الا هي قبيلات، راني شاد شي 350 غرام زاد عليا فوق هذا الثمن، هذه يعني بحال باش نشري غير هذه، حيت انا شريت هذاك النهار ياس، مازال عندي منها شي حبات داكشي، علاش ما دابا راه 500 درهم باش نشريو حنايا بالجمله، 500 درهم 498 درهم. المهم حاجه كاليتي يعني تدي المليح، خلينا نبدا السلعه. جبت لكم سنيس لا تخفاف ظرف، مثلا هذا الموديل ديال الفان كليف الثمن ديالها هو 1000 درهم 20000 ريال، هذه الثمن ديالها هو 1000 درهم 20000 ريال، 100 موديل عصري في بغاستي ولا مستعمل ماشي مشكل، المهم قياس صغير. قلت لي 5.1 ندبر الخشيف شي واحد اختي ليلى، مرحبا ما كاينش مشكل. كاين هذا ب 1000 درهم 20000 ريال 100 الاورو تقريبا، هادي ب 1000 درهم ليا 20000 ريال 100 الاورو تقريبا. اللي بغات دير لها السكرين وتواصل معايا سي واتساب، ومرحبا 1000 درهم ليا 20000 ريال.
20,000 ريال غزاله ديال الفان كليف تتجي فنه اللي بغات دير لها السكرين ومرحبا. وكاين دوطغ موديل كاينه هادي ها هي فيها النجيمه ديال المغرب المغرب الحبيب الثمن ديالها اللي هو 1000 درهم 20,000 ريال. خويا راتكو ديال اس واش احسن من راتكو على حسب شوف اللي عجباتك فهمتي على حسب اللي عجباتك ما هما بحال بحال زوينين كاملين شي ذهب كامل الفن غير شوفي انت اللي عاشقه هادي 1000 درهم 20,000 ريال هي 100 الاورو سنيسلا صحيحه فيها ماشي من دوك النوع الرقاق الثمن ديالو 1000 درهم. السلام عليكم خويا عندي واحد الخاتم الزواج بغيت نبيعو بغيت نعرف امتى كيكون الذهب طالع. شكرا لك خويا وتبارك الله داكشي عندك زوين الله يبارك فيك. ام اسلام دابا بالنسبه لهاد القصه راه الذهب راه طالع يعني تقديت مثلا تبدليه ولاني واخا تبدليه راه غتشري عاوتاني بالذهب طالع يعني كيف ما درتي لها كاينه الحصله يعني بعتي بالذهب طالع تشري بالذهب طالع بعتيه رخيص غتشري تشري خاتم رخيص كيف ما درتي ما غاتليق. السلام سي وازم اش اخبارك بالتوفيق ان شاء الله الله يحفظك لالا مرام الله يحفظك الله يكبر ويك مبروك عواسك خويا وسيم تحيه لمدينه جراده تحيه للناس ديال جراده مرحبا مرحبا بكم ومبروك عواشركم الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه من طنجه للقويره والله يسهل عليكم كاملين الله يلا مرحبا بكم. كاينه السيدات الانيقات اللي معنا اللي باغيين نعطيو دي بيتي كادو دي بيتي كادو ورينا خويا موديلات ديال الحويلقات وتبارك الله عليك مرحبا لالا يسرى انا نوريك لي موديل اللي عندنا ديسبونيبل نوريكم الصحاح والرقاق اللي بغيتي مرحبا سيلفو بلي بغاسلي ديال كورميت اصابك اللي غطاني واش ديال كريستيان ديو كاينه اختي هذه ب 1300 درهم هاي فيها لويس فيتون ب 1300 درهم هي 26000 ريال 130 الاورو تجي رائعه وجميله جدا 1300 درهم هي 26000 ريال ها هي فيها لويس فيتون فيها بحال الخويس من الداخل ديالها اللي بغاتها مرحبا الف مرحبا به 1300 درهم هي 26000 ريال 26000 ريال المهم هو كيف كنقول لكم كلشي يلبس معنا الذهب وكلشي يستعمل لي بروموسيون اللي تندير لكم. واحد السيده قالت لي قبيله توريني لاشين التعليقات ديال غافينيتي كاين هذا الموديل هذا ب 3500 درهم هي 3500 درهم هي 3500 درهم اللي هي 3500 70000 ريال 350 الاورو هي 350 الاورو اللي بغات دير لها السكرين مرحبا موديل غافينيتي شي حاجه للفن والقرقاع والصح والعمل والمتانه 3500 درهم هي 350 الاورو 350 الاورو 170000 ريال ها هي 70000 ريال اللي هي 3500 درهم 3500 درهم اللي بغات شي حاجه مرحبا بها كي كنقول لكم اي حاجه عجباتكم يكفيكم انكم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 0652151760 ومرحبا الف مرحبا بكم 15 غرام 150000 ريال اختطام كاين هذا لونسومبل هذا كتشوفوا اونسومبل غزال خديمه نقيه وغزاله وصحيحه بالنسبه للبنات اللي باغيين ديزونسومبل فنيين كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو تيبقى ب 11500 درهم اللي هي مليون و 30000 ريال هذا الثمن ديالو مليون و 30000 خويا وسيم كدير مصارفه مرحبا اختي امينه تنديروها وسيم عنده ديما الجد والاتمان المناسب الله يوفقه في حرفته الله يحفظك لالا مرام الله يكبر بك تحيه لك كاين هذه كي قلت لكم راه دايره 11500 درهم مليون و 30000 ريال 1150 الاورو فيها بوندونتي كي كتشوفوا يا سلام وفيها البراسليك غزال كي كتشوفوا فن فيها لاباك صحيح ولي بوكل ديالهم تا هما الصح والعمل والمتان الثمن ديالها كامل ب 11500 درهم عافاك واش وريني راتكو والثمن عاد وريتهم اختي مريم والله الا عاد وريتهم دابا ولكن ما كاينش مشكل انا غنحاول نعاود نوريهم لاختي ما كاينش مشكل بغيت راتكو ديال اللوبيا اللوبيا واقيلا ما عنديش كاين العدس هاي تنضحك معاك راه ما كايناش لا ما بقاتليش البلاصه اللي غورميت اللي قدام كريستيان ديو غادو قلت شي 10900 درهم غيتبتنا على الشيء هذا ما عرفنا فين درتو هاو هذا ياك 10900 درهم هاو غادي تحاولوا تسكرينو الا بغيتيهم خويا السلسله ديال الخميسه ديال اليد عافاك قول لي الثمن ديالها على حسب الموديل ما عرفتش واش باقي عندي شي وحده ولا لا هاد هاد لونسومبل اللي غادي دير في المسابقه فين هو هاد لونسومبل هاد هذا ديال 11500 تستاهلوا كل الخير والله الا مرحبا بكم ويلي نتوما وهادشي راه ما تستاهلوا كثر شي مضمه قولوا لي ديال الذهب شي شرتله ديال السبعه سمعتك هذاك هو قولوا لي نتهلا في الكليان
كاين هاد لي دو براسلي، الناس اللي عندهم قياس كبير يعني صحاب 6 ونص، صحاب 6 ونص. انا جبت لكم واحد لي براسلي الصح والعمل والمتانه. كارتي كي كتشوفوا كارتي مع الكلو ديالو 13500 درهم، هي 13500 درهم، 13500 درهم، ولكن راه واو 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 شي حاجه ثقيله وصحيحه وبثمن جد مناسب. 13500 درهم هي مليون و70 الف ريال، مليون و70 الف ريال هي 1350 الاورو. تيجيو يا سلام، يعني براسلي كارتي دوره كبيره فيه، وبالنسبه للكلو راه صحيح، يعني تديه 100% صحيح. واش 10000 لي دو لي دو اختي خديجه؟ اه 10900 درهم بجوج بهم، ولكن راه ما شاء الله راه غير تخفيض وغزال. هادو الثمن ديالهم كي قلنا لكم 13500 درهم، اللي هي 1350 الاورو بالنسبه للسيدات اللي تيلبسوا قياسات كبارين، يعني تيجيو زوينين وتيجيو صحاحين في نفس الوقت للاستعمال اليومي. 13500 درهم هي مليون و70 الف ريال، تلتاش ألف وخمسمية درهم، ألف وتلتمية وخمسين الأورو. ها هما اللي بغاتو ديرلهم سكرين، ومرحبا، أثمنة مناسبة في متناول الجميع، يكفيكم أنكم دير سكرين. بالفانكليف، واش لونسومبل ديال الفانكليف اختي ريم اللي بغيتي؟ واش لونسومبل اللي فيه الالوان، يعني اللي فيه الكحل، ياك هذاك هو اللي بغيتي؟ ها انتوما كنضم سيز الدار السيزون. لا لا والو، مازال مازال كاينين شي حاجه واو على هذيك، كاينين ان شاء الله. دابا راه تنخدموا منظمه ديال الذهب ان شاء الله، نجيبهم ونوريهم ليك ديال الكليان. كاين هادو ب 2100، علاش ما تقراش الكومونتير ديالو؟ والله الا قريتوك بيزال الطعم، وقلتي لي وقيله شحال الذهب الجرام، والله ما عرفت. كاين هادو ب 2100 درهم الكلو، الموديل اللي خارج طوندونس دابا في هاد الموديل ديال الكلو ب 2100 درهم. اختي مروه الهميزه دوزتو معاد دابا، والله الا دوزتو هذا 2100 درهم، تيبقى 2100 درهم اللي هي 210 الاورو. ها هو كلو جديد، هذا الخدمه الجديده اللي تتبان لكم، 2100 درهم 210 الاورو، 210 الاورو اللي 2100 درهم. اللي بغاتو دير له غير سكرين وتواصل معنا سي واتساب ومرحبا، اثمنه في متناول الجميع. اللي بغى شي حاجه يكفي انه يدخل عندنا الواتساب، ومرحبا الف مرحبا به. خويا وسيم واش كاين شي غورميت مستمد اليد؟ لا والو اختي ام زياد، والله ما كاين دابا، والله ما خبيتو عليك. سام من الجزائر نحبكم في الله، الله يحفظك ديال اولادي، الله يكبر بك. وتحيه للناس ديال الجزائر كاملين كاملين الكاملين، مرحبا بكم. والله عندي كليان جزائريين هضرتهم شكلاط، عرفتي شنو هضرتهم شكلاط، والله الا هضرتهم ما شاء الله شكلاط غزالين غزالين. ها انتم هادو الثمن ديالهم اللي هو 2400 درهم، خاتم ب 2400 درهم 210 الاورو، 210 الاورو اللي هي 5100 درهم،